مع بعض كمجموعة عمل واحدة. معانا طبعا برضو دكتور سعد شلبي مدير تنفيذي النادي، وعميد علاء مدير أمن النادي. فيعني من ساعة ما تولينا موضوع اللجنة والحمد لله يعني عملنا اجتماعات تنسيقية كتيرة مع كل الجهات الخاصة بالأمر في موضوع الجمهور، سواء الأمن، سواء تمام. شركة تذكرتي، سواء حتى شركة السادات عشان المباريات والتعاقد طبعا. اللي معاها على استاد السلام، والناس كلها الحقيقة برضو يعني عشان إحقاقا للحق بشكرهم برضو، لأن هم كلهم في يعني من خلال الاجتماعات كانوا متعاونين مع النادي، كانوا بيحاولوا يذللوا العقبات الخاصة اللي كان احنا كان عندنا شكاوي، يعني احنا رايحين معاهم وعندنا مشاكل بتقابل اصلا كده جمهورنا. كده تمام. يعني في مشاكل احنا قصدنها بتقابل جمهورنا، فاحنا يعني قعدنا على ترابيزة واحدة وعرضنا الكلام ده كله وحطيناه قدامنا، والناس كانت متفهمة ومتعاونة وعايزة تحل معانا، وهدفهم واحد يعني هم عايزين برضو ان يبقى فيه سهولة لدخول الجماهير ويبقى فيه تأثير عليهم، وفي عندهم اهداف برضو لزيادة العدد، يعني هم مش مكتفين تمام بموضوع ال كويس 3000، هم في برضه عندهم اهداف احنا قرينا الكلام ده معاهم. كويس. فبالعكس كل ده كان موجود، الملف شويه شائك وملف مش سهل، لكن احنا بنتعامل معاه برضه يعني بتركيز، وبنتعامل معاه بدقه، يعني مش عايزين في تسرع فيه، لكن هو في نظام للجنه ولاجتماعاتها، ورئيس اللجنه دايما يعني بيعمل على ده معانا. تمام. واكيد الفتره اللي جايه ان شاء الله هيكون ملف، يعني يمكن الملف حصل فيه شويه تطورات شويه، او يعني كان فيه الحمد لله يعني امور بدات تتحسن شويه على الجمهور كويس. عن قبل كده، بس برضو هرجع اقول زي ما قلت كده على فيتش، مش هو ده برضو الهدف، ومش هو ده اللي احنا بنامل ليه، او احنا مش شايفين ان احنا ده كده بالنسبه لنا هو احنا عملنا خلاص اللي ما يستوفي هذا الامر. لا، احنا شايفين انه لسه بدري على الملف تمام. ده، محتاج شغل كتير، عايزين نزود عدد الجمهور، عايزين يبقى فيه تسهيل تدخلهم اكتر، عايزين يبقى الملاعبنا زي ما بنشوف، مش هقول لك في اوروبا، ده في افريقيا، يعني صح احنا صح بنشوف مظبوط. في الملاعب في افريقيا وفي دول يعني اقل من مصر بدون يعني نعمل طبعا. منشن لحد، بنشوف الاعداد عامله ازاي. فلا يعني مصر بقدراتها وبالمؤسساتها بالأمن المصري القوي والمحترم، أكيد لا نقدر ان احنا نعمل يعني يبقى الملف احسن من كده بكتير يعني. طبعا. فبس الناس بتساعد واحنا بنسعى، وان شاء الله الملف يكون اكثر تأثيرا الفترة الجاية. ان شاء الله. وده اللي احنا بنتمناه دايما، حضور الجماهير للمباريات اكيد بيضفي نوع من انواع الاثاره والمتعه المختلفه لمباريات كره القدم لما تكون الاعداد كبيره، وده اللي احنا بنتمناه دايما. بمناسبه المباريات والملعب او الملاعب بقى اللي بيخوض عليها النادي الاهلي مبارياته سواء المحليه او الافريقيه، فبدايه الموسم كان اشتكى كولر من استاد السلام وارضيه ملعب استاد السلام